ايه بتقول ايه؟ مش سامعك. بلاغ رقم كام؟ اه فين عندكم في الاسم؟ طب وهيجيبوه على الاسم ولا على المديريه؟ ماشي طبعا حضرتك محفوظه يا عم لمعي. اسمعني، لو في اي حاجه جديده بلغني بيها على طول. خلاص خلاص ما تعطلنيش اكتر من كده. يلا باي باي. داليا عايزه اخد رايك بعدين يا بنتي. بعدين والنبي. يلا باي. الاستاذ موجود؟ اه موجود. قبضوا على الشيف راسخ. فطوره بيبلغ عنه انه كان موجود في المقبره بتاعت عيلته. اه الخبر ده مش بتاعنا احنا بس، هيوصل لجرايد التانيه لان البلاغ خلاص اتسجل في الاسم، واللي بلغني جايز يكون بلغ غيري. بس انا هحاول اشتغلك على زاويه خاصه. انا هعدي الاول على المديريه، لو ما عرفتش اشوفه هطلع على التراب، هحاول اشوف الناس اللي قابلته هناك. انا واخده معايا اللابتوب، هكتب وابعت لك على طول. ماشي. بالمناسبه وانت بتعمل العناوين ما تديش حكم على ان الشريف هو القاتل. ليه؟ في مصادر بتقول ان في ناس تانية ممكن تبقى متورطه في الموضوع، مش عايزين يبقى شكلنا وحش واحنا بندي احكام متسرعه. عن اذنك. داليا اعتذارك مقبول. على فكره انا مش راجعه عشان اعتذر لك، لاني مش شايفه اني قلت اي كلمه غلط في حقك. بالعكس انا عايزه اشكرك، لانك من خلال كلامك معايا امبارح والنهارده ومن خلال مراقبتي لنفسي وانا بشتغل على الجريمه دي ادتني فرصه اني اواجه نفسي واشوف قد ايه انا مؤهله اني ابقى شبهك، ودي اكتر حاجه مخوفاني. المفروض ان انت تهني نفسك على الاكتشاف ده. مش عارفه، في حاجات كتير انا مش عارفاها، بس اللي انا متاكده منه ان لو كنت دخلت المهنه دي عشان ابقى زيك فانا دلوقتي عايزه اكمل فيها عشان ما ابقاش زيك. يخرب بيت ابوها، استغفر الله العظيم. الله يرحمها بقى. كل دي نمر كلمتها في الكام ساعه دول؟ دي كلمت مصر. ما هي مصر كلها كانت تقريبا في الفرح مع الباشا. ماشي. طيب هو في اسماء لمعازيم المفروض ان علاقتها بيهم مفهومه، ودول طبعا النيابه هتستدعيهم علشان تسالهم عن اللي دار في المكالمات دي، وطبعا مش هيقولوا الحقيقه، واولهم الشيخ معتز درويش ده. انت عارف صح. تمام، ده غير ان في اسماء لناس كبار غالبا مش هيتم استدعائهم الا لو الموضوع تطور طبعا. ايه ده بقى؟ دي اتصلت بمديرة اعمالها سميرة طلعت مرتين، بس سميرة طلعت ما قالتش انها اتصلت بيها مرتين بعد ما اتخانقوا سوا وسابت الاوتيل. لا ومكالمتين طوال كمان. انا عايز اشوف البت دي تاني. امرني فندم. وعايز اشوف كل النمر اللي اتكلمت مع سميرة طلعت في نفس اليوم. حاضر يا باشا. اه ايه بقى الاسم ده؟ مين الواد ده؟ الواد ده معاه الباشا عنده شركه تسويق من اللي بيسموها التسوق عبر التليفون. في شويه حاجات تانية كده ساعتك شغالين عليها، بس في تفصيل احب ابينها لهم عليك. نمرته ظهرت على تليفون المجني عليها، نمره بزنس كارد مقبوضه من تليفون سميره طلعت. بعد تاني مكالمه بينهم. بعد ما الرساله ظهرت بدقيقتين مع الباشا المجني عليها اتصلت بيه. وده هتكلمه ليه في وقت زي ده؟ ايه البني ادم الغريبه اللي مش قادر افهمها دي؟ شوف لي ايه حكايه الواد ده؟ الواد ده معاه الباشا، عملنا له ضبط واحضار وهيتواجد قدام عليك. تمام تمام يا عماد. امرني مع الباشا. طيب ايه بقى النمره اللي صافي سليم بعت لها كل الرسائل دي؟ ما دي المفاجاه الاولى مع الباشا. النمره طلعت مسجله باسم رجل اعمال نديم كمال. فرغتوا الرسائل؟ ايوه يا فندم. في نوعين من الرسائل، رسائل فيها شتايم وتهديد وانها تفضحه، ورسائل تانية بتتحايل عليه وتتوسل انه يسيبها في حالها وان هي عايزه تشوفه وتقابله عشان تحاول ترضيه. اخر رساله بينهم سعادتك كانت مؤثره جدا، بتقول له ايه؟ ما فيش اي مراعاه لاي حاجه حلوه كانت بينا. ايوه يا عماد، بس انت جبت لي قبل كده نمره تانية خالص لنديم كمان. ايوه يا فندم، سعادتك لولا شفنا اسمه في الرسائل ما كناش هنعرف ابدا يا فندم ان دي نمرته. وهي فعلا نمرته مع الباشا بس تبع شركه موبايل تاني. وهو رد على الرسائل دي؟ خالص خالص خالص. ماشي طيب، دي المفاجاه الاولانيه. اشجيني بقى بالمفاجاه الثانيه. اول مكالمه سعادتك عملها للمحامي بعد ما قفل مع الواد كلم واحد اسمه رامز ايوب. فين المفاجاه؟ رامز ايوب ده معاه الباشا مدير جيم كبير قوي، صاحبته امنيه هانم عز الدين، مرات نديم بيه كمان، ام عيال.
متأكد من الكلام ده؟ طبعا يا فندم، هو مستر نديم كمال اي حد؟ ده من اهم الجسس اللي عندنا، ولو كان جه يوميها فعلا انا كنت اكيد شفته. يا سيدي ما يمكن جه وحضرتك كنت موجود في حته تانية. يا فندم في حاله الضيوف الفي اي بيز، حتى لو كنت موجود في المكتب بتاعي زمايلي بيبلغوني علشان اجي بنفسي ارحب بيهم. وما اعتقدش حضرتك ان في حد مهم قد نديم بكمال. ايوه سعادتك، بس كاميرات المراقبه بتثبت انه طلع الدور ده بالتحديد. وطالما سعادتك ما كانش واخد اوضه او سويت، يبقى ده المكان الوحيد اللي ممكن يخش سعادتك. ليه يا فندم؟ ما هو ممكن حضرتك يكون طلع يزور حد في اوضته وبشكل برايفت. ايوه بس كارت الاسانسير سعادتك. طيب شكرا يا سيدي. تحت امرك. اتفضل. بس انا اللي شاغلني سعادتك، ازاي نديم كمال هيحصل على كارت الاسانسير اذا كان هو كارت ايه يا خالد؟ كارت ايه؟ هو ازاي نديم كمال ده هيغلب في كارت؟ احنا اللي يهمنا دلوقتي ان معلومه زي دي تقوي شكوكنا انه كان موجود ساعه وقوع الجريمه. مش هيقدر دلوقتي يقول لنا انه كان طالع اكزيكتيف كلاب علشان كان عنده اجتماع علشان يقابل حد. اقراني بقى. اريك سعادتك، بس سعادتك لو نديم كمال اثبت فعلا انه كان موجود في اوضه او سويت بتاعت اي حد تشاؤم تاني. ما قلنا نفرض، نقول يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي بصمته على السلالم. يمكن سعادتك. قول يا رب. يا رب سعادتك. مع الباشا. يا عماد ساعتك احنا خدنا اذن نيابه فعلا يا فندم، حطينا النمره تحت المراقبه، بس ما اعتقدش مع الباشا المراقبه دي هتوصلنا لحاجه. هيكون حذره جدا مع الباشا وهو بيتكلم. ليه تشاؤم؟ انت راخر، انتوا في ايه اللي حل عليكم النهارده؟ دلوقتي امتى مرات نديم كمان؟ يا سيدي ما تتقمصش قوي كده، دي مجرد فرضيه. ثم انت الطول اساسا. ايه اللي هيخليك تبقى حذر قوي وانت بتتكلم في التليفون؟ هيجي في دماغك يعني ان في حد يجرؤ انه يراقبك؟ لا مع الباشا. صح؟ صح فهم. صح ولا لا يا عم عماد؟ صح مع الباشا. مع الباشا لما جينا نشوف لست المكالمات المسجله على تليفون يا سعادتك، لقينا حاجه غريبه قوي مع الباشا. ايوه بقى قول لي حاجه تفرح. هي ما تفرحش قوي يا سعادتك، مفيش اي علاقه يا فندم ما بين اي مكالمه سجلناها ورقم نديم كمان اللي عندنا. طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ ما دي حاجه متوقعه، اكيد بيكلموا بعض على نمر برايفت. انت بقى باذن النيابه اللي معاك ده تقدر تطلع كل ارقام التليفونات اللي تخصهم في كل شركات المحمول وتعمل لها تعقب ومراقبه. اكيد في مره من المرات هنصطادهم هما بيكلموا بعض. ده مش معقوله يعني ما بيتكلموش غير وجها لوجه. احنا بس نصبر شويه وما نستعجلش في الاستنتاج. ابوس ايديكم. حاضر معايا يا باشا. على مون سعادتك احنا عرفنا النهارده بالليل انها تروح الجيم هي ورامز والمحامي. اكيد معايا يا باشا عشان يعرفوا يعملوا ايه مع الواد. طبعا هنسجل الكلام ده. جارف انا. تمام تمام يا عماد. تمرني صح. اكيد ان شاء الله ربنا هيوفقنا في القعده بتاعتهم دي وهنوصل لحاجه. اكيد هيكونوا بيتكلموا على راحتهم، او خلونا نتمنى ان هم يقعدوا يتكلموا على راحتهم. وليه التشاؤم يا باشا؟ ما تخليك متفائل زي سعادتك. ماشي يا سيدي. بعت حد سميره طلعت؟ هي في الطريق مع الباشا. تحب نوديها على المكتب على طول سعادتك؟ لا انا مش عايزها تحس ان في اي حاجه مريبه. خليه فاهمها ان النيابه عاوزاها علشان تتعرف على حاجه تخص صافي سليم في السويت بتاعها. طيب هقوم انا ابص على الشريف راسخ وارجع لكم على طول. اخباره ايه الواد مندوب المبيعات ده؟ معاه الباشا تليفونه مقفول وقال ما افتحه نجيبه لساعتك على طول. طيب انا مش عايز اقابل سميره طلعت الا والواد ده تحت ايدي. تعليمات معاك يا باشا. تمام يا فندم. ها كمال، ايه اخبار بورسعيد؟ كله تمام سعادتك. بعتوا لنا تقرير بالمعلومات اللي عرفوها لحد دلوقتي. الراجل الامريكاني نازل في فندق هيلنان، والمفروض ان الصبح طالع على المركب اللي مسافره قبرص، والنهارده الصبح كان في شركه الشحن بيخلص اجراءات شحن صناديق. صناديق؟ يعني ايه؟ صناديق ايه؟ والله التحريات بتقول ان هي موبيليا اشتراها من دمياط. من دمياط؟ وده لحق امتى ان شاء الله يشتري موبيليا من دمياط؟ ده راجل المفروض انه اول مره في حياته بيجي مصر، فضل قاعد مرزوع في الاوضه وما اتحركش منها طول فتره اقامته. عرف منين بدمياط والموبيليا اللي في دمياط؟ وبعدين المركب اللي طالع فيها دي بتحمل اللي في وشها هتلاقيه على رصيف المينا يعني، ولا المفروض في حجز قبلها قبل ما تسافر بفتره؟ مش جاي سعادتك يا باشا، يكون ده السبب اللي خليه ما غادرش الاوتيل عشان يتم الصفقه دي. يا سيدي كاتب في ورق الاوتيل انه جاي لغرض سياحي، وبعدين ده جاي طرزان، لا في شركه معاه ولا مرافق سياحي، فجاه يبقى مهتم بالموبيليا اللي في دمياط؟ الصناديق دي فيها ايه؟ الموضوع ده فيه ريحه مش لطيفه.
كده سعادتك ما قدمناش غير حاجه واحده بس، بصمته اللي على السكينه. ودي شويه بصمته على سلاح الجريمه دي شويه. عايزين نتصرف بسرعه، بيقول لك مسافر بكره، عايزين نتعامل معاه. مع الباشا الراجل ده امريكاني وحياك اعلى من عارفين، يعني لازم نبلغ السفاره الاول ساعتها. وعلى ما السفاره تبعت المندوب والمندوب يحط مناخيره في الموضوع ويقيموا الموقف يكون الراجل خلع بالسلامه. لا لا، احنا نعمل الصح ونحط ايدنا على المشتبه فيه، حتى لو غلطنا في الاجراءات احسن 100 مره من ان احنا نمشي صح والراجل يفلق بالمركب عليها مصيبه ونعرفش نجيبه تاني. انا اسف سعادتك، انا شايف يعني بعد اذن سعادتك ان الموضوع ده هيعمل لنا مشاكل. انا بقترح يعني ان احنا نبلغ الاول وبعدين نشوف سعادتك هنعمل ايه. خالد بيه، انا مسؤول عن القرار اللي باخده. اوامرك يا باشا. وبعدين ما احنا هنمشي قانون، احنا هنعمل مذكره بتاعه التحريات وحنعتمدها من الاداره وهنرفعها للنيابه علشان تأمر بضبط واحضاره، بس على ما الاجراءات دي تخلص انا عاوزك تتفضل تروح على بورسعيد وتجيب لي الراجل ده من قفاه، وانا اللي مسؤول بكرر. بس المهم انك انت تتصل بالمديريه بيهم هناك علشان يفضلوا حاطين عينهم عليه لحد انت ما تروح. اوامرك يا باشا. نحس الموضوع مش سهل يا باشا. كرايه خالد بيه، احنا هنبقى خارعين عشان امريكاني ولا ايه؟ ما قلت انا المسؤول. انا اسف سعادتك، انا عارف الموضوع مش هيعدي بالسهل، بس هنعمل ايه يعني؟ بصمته على سلاح الجريمه. الله، لازم تطلع لي انت بحاجات كده. طيب بص، انا جات لي فكره علشان نامن نفسنا، وبرضه تقدر تروح تاخد اقواله بشكل رسمي. وهنعمل ده ازاي اذا كان ما حصلش من اساسه؟ هنكذب في ورق رسمي؟ دي سمعه اوتيل يا باشا. هو انتوا ضد الكذب بشكل عام ولا ضد الكذب بس لما يبقى في ورق رسمي؟ على فكره انا وافقت بصعوبه ان انا اقفل كل الملفات اللي فاتت علشان ما افقدش تركيزي في القضيه الرئيسيه، لكن لو تحبوا حضراتكم ان احنا نفتح كل الملفات انا ما عنديش مانع. وبعدين سمعة الأوتيل إيه اللي حضرتك بتكلمني عنها بعد كل اللي حصل ده؟ أنتوا لو قلبكم على سمعة الأوتيل فعلاً يبقى لازم تتعاونوا معانا علشان نحط إيدنا على اللي ارتكب الجريمة المنيلة دي وبسرعة. على فكرة اللي بقوله ده مش اقتراحات، ده واقع ولازم كلنا نتعامل معاه. أظن كلامي واضح. أيوة، بس اللي حضرتك قلته ما حصلش. مين اللي قال لسيادتك كده؟ اتفضلوا معايا وانتوا تشوفوا بنفسكم. اتفضلوا معايا. يلا، ما حصلش ايه؟ اتفضل سعادتك. هي دي الأوضة اللي كان نزل فيها الخواجة الكاوبوي؟ تمام سعادتك هي. بس يا أخي واضح إنه بهدلها آخر بهدلة. إيه ده؟ 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 ده شكله كان سكران طينة. هو فاكر نفسه إيه؟ فاكر نفسه مين؟ عشان أمريكاني يعني هيبقى فوق القانون؟ لا، احنا اسفين جدا، هو لازم يحترم قوانين البلد اللي هو جاي يزورها. الله، مش يحترم قوانين البلد اللي جاي يزورها مش يبقى محترم كده؟ لا كمان، هو احنا نستجري ان احنا نعمل كده في بلدهم ولا ده جزاتنا مثلا يعني علشان كنا محترمين معاه وتعاملنا معاه بمنتهى الاحترام؟ ما عنديش حد فينا ابدا من الاوتيل يعني انه يشيك على الاوضه قبل ما الراجل الخواجه الرزل ده ما يغادر. الموظف بقى اللي سابه يمشي من غير ما يشيك وراه اتعمل له جزا، والمحضر ده اتعمل امبارح في اسم قصر النيل. ولا يا خالد بيه؟ حصل سعادتك يا باشا. ايه اللي حصل؟ اتعمل له محضر يا باشا. فين؟ في اسم قصر النيل سعادتك. جبت انا حاجه من عندي؟ ده كلام. ثانية واحدة. الأوتيل عن نفسه ابتلع الإهانة. الأوتيل ابتلع الإهانة. قال لك مش مشكلة، ما هياش يعني أول مرة حد هيهنا فيها ولا حاجة، عادي.
انما اللي مش ممكن الاوتيل يسكت عنه ابدا هو حق الاوتيل في تعويض هذه التلفيات. الاوتيل كمان مستعد انه يتصالح معاه من منطلق انه اول مره يزور مصر، ومصر دي بلد مضياف زي ما كلنا عارفين، ونرحب دائما بالسادة السياح والزوار، ولكن في إطار من احترام الشرعية والقانون. كفاية كده ولا أخش على الحمام بقى؟ لا يا باشا لا، كفاية قوي. طب أخش على الحمام؟ لا كفاية كده، لا حمام ولا غيره. طب المراية بس. ولا مراية أرجوك. سواء بصراحة الأوتيل ده شيك. أستاذن حضرتك معلش لحظة. دي بقى خالد بيه أيام الكاراتيه كانت بتعدي بقى. استنوا استنوا، شفت هتنسيني حضرتك، كنت هتنسيني. أمال أنا ليه دايما بقول إن اللي مالوش في الشرب ما يتنيلش يشرب؟ ليه بقى؟ اتفضل يا سيدي، حتى الميني بار الغلبان ما نجيش منه. اتفضل. ادي يا سيدي كل ازايز الخمره التافهه الصغيره، بص عمل ايه؟ شربها كلها وما رضيش انه يحاسب على حاجه. الله اهو كل ده ما رضيش يحاسب عليه. طب والاوتيل يعني هيصرف عليه؟ حرام، دي فلوس مستثمرين غلابه. عن اذن حضرتك لحظه كده. طب افرض بقى سعادتك النيابه بعتت الراجل ده للطب الشرعي، والطب الشرعي لا لقى سكران ولا دياوله، يبقى ايه الموقف؟ استحاله. اقول لحضرتك ليه؟ حضرتك لو رجعت قائمه الروم سيرفيس هتكتشف ان اخر حاجه طلبها الخواجه الرزل ده مع اخر عشاء ليه كانت زجاجه خمر كبيره فاخره. فده يقول لحضرتك ايه؟ يقول لحضرتك انه لو اتعمل له اي تحليل دم هنكتشف ان في نسبه كحول عاليه في الدم، وحتى لو ما كانش شرب الازازه كلها فده برضو دليل على انه شريب من النوع التقيل. بس اقول لك حاجه، سؤالك حلو بجد، سؤالك حلو ويدل على حاسه امنيه دقيقه ورفيعه المستوى. بس انا برضو احب اقول لك ان النيابه لما تيجي هتهتم أكتر بكتير إنها تلاقي تفسير لوجود بصماته على السلاح الكريمة. طب وانتوا شفتوا شيء؟ شفتوا فعلا؟ طيب الحقني اوامي، الحقني الحقني اوامي، الحقني على الجنة الحلوة اسبقني. يا سيدي يا سيدي حسن باشا، ها ايه الاخبار؟ يا اهلا يا اهلا. مش عيب برضه صحفية شاطرة زيك تسأل سؤال زي ده؟ مش المفروض إن الصحافة هي التي تصنع الأحداث؟ والله ما خدناهاش في الكلية دي، أنا اللي أعرفه إن الصحافة بتغطي الأحداث. يعني ما قلتليش حضرتك إنكوا قبضتوا على الشيف راسخ؟ أنا لما الخبر وصلني كدبت نفسي، قلت مستحيل خبر زي ده يوصلني من بره. وهو أنا لما أقبض على حد المفروض إن أنا أبلغ الصحافة؟ ما خدناهاش في الكلية دي. أنا ما سكتي بحاجة من الاتنين، إما زعلتي يا إما ناوية تقولي حاجة تزعلي، صح؟ على العموم يا ستي أنا ما قلتلكيش علشان أنا مش شايف إن القبض عليه مهم أساسا. إزاي بس يا باشا؟ إذا كانت صحافة مصر كلها هنا وبكرة هتلاقي صورته مشرفة الصفحة الأولى في كل الجرايد والمجلات والبرامج حتى. حاسس كده إنك بتلفي وتدوري عشان تقولي كلام من عينة، وأنا محتاجة إن أنا أنفرد بنشر حاجة عن بقية الزملاء اللي موجودين دول. بس أنا عارف إنك مش هتقولي يعني. عشان احنا علاقتنا اكبر من كده، صح؟ ماشي يا باشا، انت صحيلي اكتر من لازم النهارده، بس هقول لك ايه؟ حقك. ده عيب الصحفي لما يدي المصدر بتاعه فرصه انه يزنقه بدل ما هو اللي يزنق المصدر بتاعه. تاني مصدر؟ تاني؟
بصي انا مصدر دي بتحسسني ان انا مخبر في العياط بصراحه. بس سيبك انتي، اجدع حاجه فيكي انك ما سمعتنيش كلام من نوعيه بقى ده جزاتي ان انا ساعدتك، خصوصا ان انا اللي فاهمه انها مساعدات لاجل الله والوطن، صح ولا ايه؟ والله مالكش حق يا باشا، بس طالما بتتكلم بالروقان ده يعني شكلك كده حاطط ايدك على خيط مهم قوي في القضيه، يعني مثلا لقيت بصمات نتيجه كمان على سلاح الجنين. وهو ده لو كان حصل كنت رديت عليكي اساسا ولا اعرفك. والله طيب، هي دي اصلا اخرت خدمه السلطه الغاشمه. شفتي شفتي، اديكي قلتيها اخيرا اهو. ايوه اخيرا. ها هو يا ستي ما تستعجليش، كلها ساعة وموضوع بصمات نديم كمان ده يتحسب ليكي عليا. أول ما ينفع إن الموضوع يتعرف هتكوني أول واحدة تعرف، وده مش حقك القانوني إنما ده حقك جدعنة. يعني الحكاية ملهاش علاقة بنديم كمان؟ أمال إيه سر السعادة اللي في صوتك دي؟ ها؟ إيه يا باشا؟ مش هتقولي حاجة حتى لو مش للنشر؟ لا وعلى إيه؟ طيب بقول لك حاجة للنشر. بجد؟ يعني هتديني فقرات الجرنال بتاعي؟ طول عمري بيضحكني جدا الهوس الصحفي بتاع نحن ننفرد، ما بيفقعنيش اكتر منه بقى غير موضوع حصريا اللي طلع لنا بيها الفضائيات دلوقتي دي. بص بقى يا باشا، انا الانفراد الحقيقي بالنسبه لي النهارده لو انا قدرت ان انا اعمل حوار مع شريف راسخ من دون اي جرنال تاني. انت عارفة انت لو كنت مراتي وطلبت مني الطلب ده انا كنت طلعتك في التليفون. اولا انا ما طلبتش منك حاجة، وتانيا انا مش عبيط عشان اتجوز ضابط مباحث اصلا. لا والله انا كمان مش عبيط عشان اتجوز ضابط مباحث. هاي يا باشا، وبعدين مش هتقولي حاجة؟ ها ايه؟ لا، حكاية شريف راسخ دي تنسيها خالص، حتى لو كنت بنت رئيس تحرير الأهرام شخصيا مش هتاخدي مني أكتر من اللي هياخده أي جورنالجي زميل. أيوه، يعني الكليشيه بتاعت وقد صرح مصدر مسؤول أن التحقيقات الأنجارية والكلام ده، يعني مفيش أي حاجة جديدة هقدر أنشرها دون عن كل الناس دي؟ والله فكري بقى، يعني أنا لو ماسك قضية زي دي وقدام المعلومات الأولية، خلي بالك انا بقول لو انا ساعتها مش هتعامل مع شريف راسخ باعتباره متهم، لكن ممكن مثلا اتعامل معاه باعتباره شاهد. لكن ارجع وافكر تاني واقول لنفسي الله، طب شاهد على ايه؟ هو ما كانش موجود ساعه وقوع الجريمه، يعني شاهد ما شافش حاجه. يعني انا لو ماسك قضيه زي دي ممكن بالكتير اتعامل مع شريف راسخ باعتباره مجرد مصدر معلومات حول ما حدث قبل وقوع الجريمة. وانا لو بدرس قضية زي دي وقدامي كل المعلومات الأولية، ايه اللي يخليني اتعامل معاك؟ يعني مثلا ممكن يكون المعمل الجنائي ما لقاش بصماته على سلاح الجريمة، وممكن يكون الشهود أكدوا انه من ساعة ما ساب الأوتيل ما رجعوش تاني، وممكن مثلا يكون تم القبض عليه في جامع قريب من مدافن أسرته، وشهادة الشهود بتأكد إنه فضل في المكان ده من ساعة ما ساب الأوتيل. يعني أفهم من كلامك إن المعمل الجنائي لقى بصمات نديم كمان على سلاح الجريمة؟ هو أنا قلت كده؟ هو أنا قلت إنك قلت كده، أنا أصلاً كنت بكلم نفسي. إيه ده؟ هو أنا مش هفكر زي ده أيوة. التليفون المطلوب مرفوع منقطع من الخدمة، رجاء اتصال على المغربية كده. شريف راسخ أنا مش عارف اسمها، شريف راسخ، أنا ما أعرفش حد بالاسم ده، قلبه ده شريف راسخ، شريف راسخ. يعني إيه استدعوكي تاني؟ أنت مش قدتي بأقوالك وخلاص؟ مش يكلموا حد من أهلها يتعرف على اللي عايزينك تتعرفي عليه؟ هما أهلها في إيه ولا في إيه بس يا ماما؟ الله يكون في عونهم. ما تقلقيش يا حبيبتي، هي مرحلة وهتعدي. المهم بس إن إحنا نوصل لمين اللي عمل الجريمة البشعة دي. يا رب يا بنتي علشان نخلص. تفتكري هنخلص؟ يا دوب ابتدينا. يعني ايه؟ مفيش حاجة، مفيش.
الو استاذنا استاذ غانم استاذ الكبير. لا يا استاذ، التعديلات وصلت ورجعت عليها بنفسي زي ما سيادتك عايز بالظبط. لا 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 اطمن، انا كنت بصراحه بكلمك عشان حكايه تانية خالص كده طقت في دماغي. ايوه يعني استعين بيك كده طالما شهيدك مفتوحه عشان تسعفني باسلوبك الادبي الجميل ده. احنا جات لنا معلومات ان شريف راسخ التهمه اللي موجهه له في قتل صافي بعيد عنه خالص، راحت لحد تاني. الا متاكد؟ طبعا متاكد، هننفرد بالخبر ده بكره الصبح ان شاء الله. عشان كده انا كنت طالب من سيادتك تكتب لي بورتريه كده قدي 500 كلمه، بورتريه ادبي كده بلغتك الجميله الرصينه دي. هجيب كمان يا سيدي الدكتور الشهواني استاذ الطب طبعا يكتب التحليل عن شخصيه شريف دي. هو طبعا الشهواني وفي غيره، ده اسم على مسمى. عناية ساعة كويس؟ طب عشان خاطرك ساعتين بس، خلي بالك الصفحة مستنياك تأمرني. مع السلامة. سعادتك من ساعة ما جه هنا والابتسامة الهبلة دي ما فرقتش وشه ولا كأنه متهم في قتل. يا سعادة الشغالين. هو بيستعبط. كل اللي ليه دور في اللي حصل لفرحي هو أنا. مفيش حد مسؤول عن سعادة حد أو تعاسة حد. الإنسان هو اللي بيصنع قدره بنفسه. هي دي خلاصة تجربتي في الحياة. وأنا كمان ما أقدرش أغش نفسي وأتهم نادين كمال ده بأيا كان اللي عمله إنه سبب تعاستي. يا دكتور فوق بقى وافهمني لو سمحت. انت لو دلوقتي وجهت اتهام لنديم كمال قدام النيابة انه كان ورا محاولة افساد علاقتك الزوجية بارسال سي دي يتضمن كليب فاضح ليه مع المرحومة مراتك وقت ما كان في بينهم موضوع الزواج العرفي ده، النيابة هتستدعيه وهتحقق معاه رسمي وهتواجهه برسائل التهديد اللي صافي سليم الله يرحمها بعتتها له قبل ما تموت مباشرة، خصوصا بقى انه كان فعلا موجود في الفندق وقت وقوع الجريمة. تقصد ايه حضرتك وقت وقوع الجريمة؟ يعني ايه بقى؟ مش فاهم. يعني حضرتك لو بتعتبر ان الجريمة هي قتل صافي مراتي او زوجتي او في كل الاحوال مبني عليها، فالوقت ده معروف ويمكن التعرف عليه عن طريق الطب الشرعي. انما لو الجريمه تمت قبل قتل صافي او ابتدت من سنين طويله قبل قتلها، فده اللي احنا المفروض نتعب شويه في تحديده. ومعرفش كان الطب الشرعي برغم كل التقدم اللي حصل فيه ده يقدر يفيدنا في المجال ده ولا لا. شوف يا حضره الضابط، انا هكلمك بمنتهى الصراحه لاني استريحت لك. احنا لازم قبل ما نحدد وقت وقوع الجريمه نحدد ايه هي الجريمه الاول. مش بيقولوا فهم السؤال نص الاجابه؟ برضه تحديد الجريمه هي نص الطريق بتحديد الجاني. ولا انا غلطان؟ واضح ان كلامي ما عجبكش. شوف يا دكتور، انا بقالي سنين طويله في البوليس وشفت تاثير الصدمه على ناس كتير قوي. يعني شفت ازاي ممكن الصدمه تخليك تبلم او تخليك تنهار أو حتى تخليك عدواني، إنما إن الصدمة تخليك لمض ورزل فبصراحة دي أول مرة تحصل لي. على العموم أنت حر وده اختيارك. إلى جنة الخلد يا شريف يا راسخ. افتح يا ابني.